مرحبا، كيفكم؟ هاي المحاضرة الثانية لمادة الميكروبيولوجي. رح أحكي بالأول بس هيك فيجن سريع شو أخذنا بالمحاضرة الأولى، اللي هي أخذنا عن الديفينيشن للميكروبيولوجي اللي هو study any organisms under the microscope. خصصنا إنه الميديكال مايكروبيولوجي اللي هو study للأورجانيزم that cause disease to the human، وحكينا عن مجموعة مصطلحات بالإبيديميولوجي مثل السبوريديك occurrence، الإنديميك، الإبيديميك، الباندميك and so on. بعدين حكينا عن definition للإنفكشن اللي هو invasion للهوست باي microorganism، وممكن يكون هذا الانفيجن clinical أو sub clinical أو symptomatic أو asymptomatic أو عليه أعراض أو ما عليه أعراض. بعدين من أهم الأشياء اللي حكيناها اللي هي roots of infection اللي هو كيف بيدخل هذا الميكروبس لجسم الهوست أو الإنسان، لو عن طريق الدايركت سكين أو الميوكوزال كونتاكت، عن طريق الانهيليشن، الانجستشن، الانكيوليشن، الفيرتيكال ترانسميشن اللي هو عن طريق البلاسنتا، أو آخر إشي عن طريق الفيكتورز حكينا مثال عليها مثل البعوض. آخر إشي حكينا إنه كيف بيصير leave، كيف الباثوجين leave the host body اللي هو إما active escape أو passive escape، وحكينا لازم نعمل control and prevent لل outbreaks of the infection، منع للتفشي المرض أو disease. أوكي، هلأ رح نحكي اليوم عن البكتيريا الباثوجينز. في نوعين من البكتيريا الباثوجينز، لكن بالأول بدي أحكي عن الأميون سيستم. ما بعرف إذا أنتوا أخذتوا مناعة أو لا. الأميون سيستم ممكن يكون intact أو competent اللي هو صحيح أو قوي، أو ممكن يكون impaired. impaired اللي هو compromised يعني ضعيف. إذا جهاز المناعة يا بده يكون صحيح أو يعني قوي بيهاجم أي مرض أو أي بكتيريا أو أي pathogen، أو ممكن يكون ضعيف. هلأ ليش بده يكون ضعيف؟ أول سبب ممكن يكون ضعيف اللي هو الكونجينيتال، ممكن يكون خلقي، هو انخلق في عنده مشكلة في جهاز المناعة. ممكن يكون السبب الثاني اللي هو acquired disease، انصاب بمرض وسبب له ضعف في جهاز المناعة. السبب الثالث اللي هو انه عم ياخد اميونو سابريسيف، مثلا الأشخاص اللي عندهم كانسر فهم بياخدوا أدوية بتثبط جهاز المناعة، سبريسيف تثبيط لجهاز المناعة، أو في الآخر إيش السيرجيكال تكنيك دخل على عملية فهم بيحاولوا إنه برضو بيثبطوا جهاز المناعة عشان ما يواجهوا مشاكل. طيب هلأ الباثوجين نوعين، أول نوع اللي هو حكينا البرايمري باثوجينز أو الأوبورتشينستيك باثوجينز. شو يعني برايمري؟ برايمري يعني ممكن يصيب الانتاكت اميون اللي هو الجهاز المناعة الصحيح او القوي، زائد الامبيرد اميون. ممكن يصيب اذا النوعين، اللي هو الجهاز اذا كان الواحد صحته عال العال ممكن ينصاب بهذا الباثوجينز او البكتيريا، ممكن اذا كان الشخص برضه جهاز المناعة عنده ضعيف رح يصاب بشكل اكبر او بسهولة اكتر رح ينصاب. اما الاوبورتشينستيك اللي هي only impaired، يعني فقط بتصيب الشخص اللي جهاز المناعة عنده مثبط أو إنه ضعيف. هلأ مثال عليهم مثلا الإيكولاي اللي هو بتكون موجودة في الميوكوزال سيرفيس، والجرام نيجاتيف ستاف أو ستافيلوكوكس، هدول موجودين. الستاف هاي موجودة في السكان، هدول موجودين as a normal flora. normal flora يعني ما بيضروا جسم الإنسان. okay not harm، ممكن يفيدوا جسم الإنسان بأنه يمنعوا أي بكتيريا أو pathogenic بكتيريا إنها تعمل colonization. يعني هون بتكون الخلية، فبيكون عندي هون normal flora، فلما يجي الباثوجينز أو البكتيريا الممرضة لو تيجي بدها تعمل colonization بتلاقي المكان معبى، فما بتقدر تعمل يعني إنها تستوطن او انها تعمل كولونايزيشن، فانه بتسحب حالها وبتروح. اوكي، فانه هاي فائده النورمال فلورا، هي مش مضره، وممكن تكون كمان انها فائدتها انها تمنع الباثوجينيك من انه يدخل ل جوا السيلز او التيشوز.
طبعا هلا نرجع للكتاب، الكتاب كاتب types of pathogen اللي هو bacterial pathogens classified into two broad groups اللي هو primary and opportunistic. The primary pathogen اللي هو capable of establishing infection and causing disease في ال healthy individuals، okay، في ال healthy أو ال intact immunological defense. أما في حالة كان الجهاز المناعة impaired فراح البكتيريا راح تكون more radially، يعني راح تنصب بشكل أسهل أو أسرع من ال healthy individual. هلا ال opportunistic pathogen اللي هو rare cause disease to the individual with intact immunologic، بس only when such defense are impaired or compromised، اللي هي بتصيب فقط في حالة ال impaired وال compromised immune system. طبعا حكى عن اللي هون كاتب الأسباب اللي ممكن اللي أنا لخصتها لسبب ال impaired immune system، وحكى عن ال normal flora زي ما كتبت لكم. هلا رح نحكي عن الباثوجينيسيتي، اوكي؟ الباثوجينيسيتي اللي هي الكاباسيتي تو انيشيت ديزيز، اللي هي قدرة الباثوجين او الباثوجين بكتيريا انها تسبب او تبلش انها انيشيت، انها تبدأ في انه تعمل مرض عند الهوست، اوكي؟ طب هذا شو بيحتاج؟ بيحتاج انه لازم يكون عندي الباثوجين ترانسميشن اللي هو انه يقدر ينتقل from host to host او from reservoir to host، اوكي؟ يعني مثلا من انسان لانسان، او من حكينا زي ما حكينا الريزرفوار اللي هو مثل القطه انه تنتقل للانسان. طب اذا انتقلت في للهوست هذا الجديد اللي نيو، هي لازم يكون عندها المقدرة to survival in a new host، انها تقدر تعيش في هذا الهوست اللي انتقلت له. طب كيف تقدر تعيش؟ هي لازم تكون infectivity او breach in او انها تخرق لمين؟ للإميون سيستم او الإميون ديفنس، اوكي؟ الإميون ديفنس لازم تحاول انها تهاجم جهاز المناعة في هذا الهوست عشان تقدر تعيش. آخر إشي إنها تكون virulence، البكتيريا تكون virulence. شو يعني virulence؟ اللي هي قدرتها to harm host. شو يعني harm؟ إنها تسبب damage للcells. فال virulence هي expressed، نقدر نحكي هون إنها expressed degree of pathogenicity، اللي هي مقياس قديش هذه البكتيريا هي pathogenic. يعني احنا لما حكينا pathogenicity عم نحكي نحنا عن قدرة البكتيريا الامراضية، اوكي؟ قدرتها على الامراض. لما نحكي عن virulence نحنا عم نحكي عن مدى خطورة البكتيريا، قديش بتسبب دمج. فمثلا ممكن بكتيريا تأثر على only one organs، مثلا تيجي هاي البكتيريا تصيب فقط اللنج بس وما تصيب اي organ تاني، لا. او ممكن هذه البكتيريا نفسها تصيب مش اللنج، تصيب الليفر وتصيب الكدني وتصيب ممكن تصير سيبسيس اللي هي تنتقل عن طريق الدم. طبعا اذا انتقلت عن طريق الدم ممكن تروح to any organs، ممكن تصيب organs. اوكي، ممكن تصيب any organs. فممكن تكون قدرة البكتيريا انها تصيب فقط organ واحد اللي هو عضو واحد او مجموعة اعضاء many organs. فالفيريولنس لهذه البكتيريا هي more than this، يعني اكتر من هاي، اوكي؟ هلا عشان نحدد انه هاي البكتيريا هي pathogens او مقدار الفيريولنس عندها، فهي لازم يكون عندها الخمس اشياء. الادهيزنس اللي هي العوامل اللي بتساعد على الالتصاق، اوكي؟ اللي هو facilitate
adhesion to specific target cells الالتصاق في التارجت سيلز. الانفيجنز اللي هو responsible to active invasion للسيلز اوف مايكرو اورجانيزمز. في الامبيدنس الامبيدنس اللي هو disable للهوست immune defense اللي هو بيعطل جهات المناعة. الاجريسنس برضه هي substance include toxins and tissue damaging enzymes اللي هو بتكون في بتحتوي على مواد سامة and tissue damaging enzymes انزيمات بتدمر الأنسجة. وآخر إشي المودولينز اللي هي سبستانس that induce excess cytokine productions يعني بتزيد من كمية إفراز السيتوكينز. وبما إنه في عندي كلمة excess هون فمعناته الخلية ما رح تقوم بوظيفتها بشكل طبيعي فبيأثر عليها. طيب رح نمسك أول إشي الأدهيجن الالتصاق. أوكي هلأ إيش يعني الالتصاق أو الأدهيجن؟ اللي هي قدرتها على الالتصاق. يعني هون أنا عندنا خلية، أوكي خلية في جسم الإنسان أو بنحكي عن الميوكوزال سيل اللي هي خلية مخاطية. طب الميوكوزال صعب صعب البكتيريا إنها تلتصق فيها لأن عم نحكي عن ميوكوزال ففيها ميوكس والميوكس صعب إنها تلتصق الخلية فيها. فلما تيجي الخلية لازم تقرب على الخلية وتلتصق فيها. اوكي هلا بتبلش عنا الالتصاق بعدين بصير عنا colonization يعني ايش بتتكاثر بصير بتستوطن بعدين بصير penetration بعدين بتدخل جوا السيلز. اذا colonization ثم penetration. هلا ممكن هذه البكتيريا يكون تأثيرها local يعني only one tissue أو ممكن spread اللي هي ممكن تروح ل other tissue. طب هلا هذا الالتصاق اللي هون كيف تم؟ لو اجينا هون على هالخلية ناخذ هذا الجزء. لا هذا الجزء ايش بيحتوي؟ بيكون في عليه زي مستقبل او ريسبتور. هذا الريسبتور لمين؟ ريسبتور او مستقبل لجزء او بروتينز مخصص موجود على البكتيريا. فهذه البكتيريا هون رح يكون عندها ايش هذا الجزء فرضا هون. اوكي هلا هذا الجزء رح يرتبط مع هذا رح يجي هون البروتينز. بمجرد ما ترتبط فيه بيرتبط هدول في بعض اللي هو زي اذا اختبر المناعة خاصية القفل والمفتاح يعني فقط لجزء هذا البروتين الموجود عند هذه خلية البكتيريا. فمجرد ما يرتبطوا هدول الاثنين ببعض بتم الالتصاق. طيب هل هذه البكتيريا السيرفيس ستراكشر هذا البروتينز او بنسميه الليجنز. اوكي هذا ريسبتورز وهذا الليجنز. هذا الليجنز هو عبارة عن بروتين. هذه البروتينز ممكن تكون اما بيلاي اللي هي شو البيلاي اللي هي ايش كاتبينها هون عندكم تعريفها خلينا نحكي اللي هو موجود عندكم بالكتاب اللي هو for many pathogenic bacteria initial interaction with host tissues it occur في mucosal surface and colonization normally it require adhesion. اذا عشان يصير colonization لازم يصير في عنا adhesion بالاول to the mucosal surface cell surface. This allows establish of a focus infection that may remain localized. إذا ممكن بعدها تصير localized or subsequently spread to the other tissue. The bacterial adhesion is essential. إذا بالبداية إنه يصير عنا colonization and then penetration. Okay.
adhesions it involves surface interactions. رح يصير عندي interaction between اللي هو ال receptors الموجود على ال mammalian cells أو اللي هو ال host أو الإنسان and ligands. الليجنز اللي هو الموجود على البكتيريا السيرفيس اللي هو البروتينز او الانتيجين هو ريسبتورز وانتيجين. when pathogenic bacteria come into contact with intact human surface tissue لما يصير في عنا connection between the bacteria والsurface tissues رح يصير في adhere to the receptor on the surface of the target cells by means of the various surface structures on their own اللي هو حي attachment of villi او الفيمبيا او the adhesions proteins او اللي هو انا رح الخص لكم اياهم هون. البلاي هو موجود بكون على البكتيريا هي هيك extension كتير صغير طالع من البكتيريا اوكي. الفيمبري الفيمبيا هي بيكون برضو اكستنشن هون هيك الصغير البلاي هذا بيكون اكتر زي خيط طالع من البكتيريا او ممكن يكون بروتينز on the outer membrane للجرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا ما بعرف اذا انتم بتعرفوا جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف بس رح ناخذهم بالمحاضرة الجاية ان شاء الله بالضبط شو هم الجرام نيجاتيف او الجرام بوزيتيف. او ممكن يكون بروتينز موجود في السيل وول للجرام بوزيتيف بكتيريا. اوكي هدول الاشياء ممكن تحتوي على الليجندز هنا هي اسمها ليجند. فالليجنز ممكن تكون موجودة في واحد من هدول الأربعة. طيب هلأ احنا ليش بنعمل adhering؟ why؟ ليش الادهيجن so important للبكتيريا؟ كتير مهم للبكتيريا. ليش؟ لأنه هلأ في ال innate host defense اللي هي المناعة الأولية اللي هي من ضمنها إنه بيصير في حركة البيريستالسيس أو فلاشينج أكشن. شين البيريستالسيس هي الحركة الدودية للأمعاء. طيب هلا احنا حكينا هاي الخليه موجوده في الميكوزا اللي هي ممكن تكون في باطن الامعاء اوكي. طيب اذا هذه البكتيريا ما التصقت راح تصير عندنا البيريستالسيس اللي هي الحركه الدوديه وراح تتحرك البكتيريا اجباري مع الحركه الدوديه وتنزل مع الفيسز تروح مع الاندايجستد فود بينما الادهيجنز راح تضلها ملتصقه في الخليه. الفلاشينج اكشن اللي هي نفس الشيء اللي هي تدفق الشيء بيكون زي في مي او مثل اليورين. يعني اذا كان هاي البكتيريا موجوده في الكدني وما التصقت في الكدني او في المثانف وصار في فلاشينج فراح تنزل مع اليورين او ممكن مع السلايفا او الميوكاس اذا كان مثلا بالانف. اذا شو وظيفتها اللي هي ليش هي مهمة اللي هي to not remove لا الادهيرنت بكتيريا. اذا شو وظيفتها انما اللي هو حكينا الادهيجن اوكي الادهيجن اللي هي انه ما not remove adherent bacteria اللي هو انه الادهيرنت بكتيريا ما يصير لها ريموف عن طريق هذول الطرق اللي هي البيريستالسيس او الفلاشينج اكشن.